تعبت ما عاد فيني اتحمل. كركبة مهزومة بلحظات كتير كبيرة. قمر خلف مهزومة متعبة في مسلسل خريف عمر. الحقيقة تعبتني كتير. لسه التشويق مكمل في مسلسل خريف عمر وبيزيد مع عرض كل حلقة منه بسبب جرائم القتل اللي بيقوم بيها عمر الدالي وتسلم المحقق فارس لملف القضية. بس اللي بعرفه ومتأكد منه اني رح جيب القاتل. بس في نفس الوقت كان الجمهور بيشوف الجانب الحنون لعمر سواء في علاقته مع حبيبته اللي بتجسدها كارمن لوبوس واللي كان واضح انها بتتكلم باللهجة السورية اعطتني الحياة فرصة تانية، او مع بنته ميرفت اللي بتقدمها قمر خلف واللي كانت حريصة انها تكون من ابطال المسلسل ده. بالفترة الاخيرة صار صعب تلاقي توليفة هيك الى حد ما هي تقريبا كاملة انك تكوني ضمنها، فهذا كتير مهم. كتير بيتوقف عنده هذا النص، تحكي انتي باسم مخرج مين، الشركة المنتجة، الشركاء الموجودين معك بالعمل، كتير هي كان لها حيز برفع معدل انه انا اكون موجودة. فالمسلسل اللي كتبوه حسام شرباطي ويزن مرتجى وبتنتجه شركة بنتالنس عمل صدى ايجابي عند الجمهور واختار شافوا فيه عودة للدراما السورية الاجتماعية القديمة. هذا الشيء اللي كلنا بدنا اياه، الدراما السورية عم ترجع قوية، هي كانت من زمان قوية ورح تضل قوية بالنسبة لإلي. الحقيقة الكل عم يبذل طاقة هيك ومجهود عالي لأنه نحن نتميز باللي عم نقدمه، إن شاء الله النتيجة تكون مرضية هيك للكل. تعبت ما عاد فيني أتحمل. طبعاً المسلسل ما ركزش بس على جرائم القتل، فهو تطرق كمان لموضوع العنف ضد المرأة من خلال شخصية سمر اللي بتناصر المرأة وبتدافع عنها. الفن رسالة، وأنا قبلت إني أعمل هذا الدور لأنه عنده هي الرسالة، فحبيت اني اوصلها للعالم. بالنسبه لي هي فرصه حقيقيه، بيسعدني هذا الشيء، بيعطيني بوش لقدام، بيخليني اذا بدك جرب تحدي جديد مع حالي. كمان هيما اسماعيل كانت سعيده لوجودها في المسلسل، كانوا بيجمعها بالمخرج المثنى صبح من تاني بعد ما سبق واشتغلوا من سنين طويله اعمال من اخراج الراحل حاتم علي كان هو فيها مخرج منفذ، ابرزها الزير سالم. اول مره بتعامل مع الاستاذ مثنى كمخرج، وصلنا زمان فنحن اثنين مشتاقين يعني على الشغل مع بعض، وغير انه هو عرابي يعني هو اللي رشحني لدور اليماما، الاستاذ مثنى هو اللي رشحني للاستاذ حاتم وهو اللي جابني يعني. فهو بيقول لي انا عرابك، بقول له والله والله بعرف. هو صديقي يعني، هو كون صداقه مع كل الناس اللي كان يشتغل معهم يعني، وما خسره لانه هو حدا منيح كثير. قصه الرساله اللي انوجدت على جثه المخدوع نفس الورقه اللي لقيناها على جثه ادهم دي. وحصدت اطلالات النجمات عموما اشاده من الجمهور، كونها كانت طبيعيه وسيمبل وفي نفس الوقت جديده عليهم. هي شوية جرأة في مكان راح نروح له شوي هيك جديد علي شكلاً ومضموناً، خلينا نقول شوي مكركبة مهزومة بلحظات كتير كبيرة، وده اللي عمل صعوبة لخبير الشعر والمكياج جوزيف ثابت. تعرف لما بيقولوا السهل الصعب، هي هيك شخصية ميرفت اللي هي قمر خلف. الحقيقة يعني تعبتني كتير لأنه ما فيك تأوفر ولا فيك تعمل شخصية دائما عندها مشاكل، ما معقول أنت على طول هي طالعة من عند جوزيف أو طالعة من عند أي كوفير يعني. كمان الاختلاف في الشكل شفناه في كاركتر طرح. جوزيف كتير أصر على هذا الشيء ليطلع مختلف عن غير أعمال، فحبينا أنه تكون الكاركتر كلها جديدة، طرف جديدة إذا بدك. حاولنا ندرس كتير النص يعني، اشتغلنا كتير يعني أنا والميك اب والأستاذ مثنى والممثلين، عملنا تيستات كتير لوصلنا لأشكال تخدم المسلسل وتخدمها بالشخصية تساعدها يعني. لسه في وقت؟ هذا هو السؤال.